بصوتهما فتحا خزائن الموسيقى الخليجية، تنقلا بين مقاماتها وإيقاعاتها المختلفة. نعم، محمد البكري ومشاعل كانا نجوم سهرة يوم الاثنين الماضي ضمن فعاليات جلسات إكسبو الطربية. ميس الكراد كانت في الحفل وجاءت لنا بهذا التقرير، نشوف وياكم. نتابع. ضمن الأمسية الثالثة من وصلات جلسات في إكسبو الغنائية وعلى منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، عاش جمهور وزوار إكسبو ليلة طربية خليجية بنكهة بحرينية أحياها كل من الفنانة مشاعل والفنان محمد البكري. إكسبو طبعا كل واحد يتمنى أنه يكون متواجد، وأنا محظوظ طبعا. وكنا صراحة إحنا أول ما سمعنا أنه ابتدوا في إكسبو البنيان، يعني ذيك الأيام سمعنا الأخبار، تمنينا نقول جاء إن شاء الله بنزورهم، وتحققت الأمنية يعني، والحمد لله نكون موجودين معاكم. قدم الفنان محمد البكري مجموعة من الأغنيات الفلكلورية اليمنية، واختار أروع الأغنيات السعودية والتي تحتفي بإرث عمالقة الفن الخليجي، واختار لهذه المناسبة مفاجأة خاصة من روائع أبو بكر سالم غناها مع مشاعل. أما فقرة الفنانة مشاعل فقد أشعلت المسرح من خلال اختيارها لعدة أغنيات من التراث الخليجي والتي نالت شعبية واسعة، لكنها اختارت أن تبدأ سهرتها بأغنيتها الأكثر شهرة صوب الرياض. وأنا كنت حريصة جداً أنه أحاول أنه إحنا نوفق بين الأغاني، وكنت حابة أني حريصة جداً على أنه أنا أوفق بين الإيقاع الخليجي والأغاني العربية كاملة وخليجياً كمان. فبالعكس حسيت من الجمهور جداً تجاوب، وحبيت التجاوب. حضر الحفل جمهور متعدد الجنسيات متعطشاً للتعرف على الفن الخليجي العريق. أنا من الأول طبعاً محضرة أنه في جنسيات أخرى، وإني محضرة أنه أنا كنت عاملة البروغرام على الأساس أنه أنا أرضي جميع الأذواق. قدمت الحفل الفنانة شيلاء سبت والتي كانت متحمسة جداً لهذه المشاركة. بصراحة سعدني اختياري لهذا الحدث الجميل، ولما أنا كنت أصلاً كان عندي تصوير بالكويت، ولما عرفت أن أنا عندي تقديم الحفل إكسبو وايد يعني حرصت اني انا اكون متواجده، رغم ان انا تصويري يعني اخذوا اليوم بريك علشان ما عندهم مشاهد بدوني، من كثر ما ان للحين ما خلصت هناك وعندنا كثير يعني عندنا كثير تصوير، بس انا حرصت وكان جدا مهم بالنسبه لي اني اتواجد في هذا الحدث العجيب والعظيم والرائع. وكان من بين الحضور الفنانة شيماء سبت التي حضرت لدعم شقيقتها والاستمتاع باجواء الطرب البحرينية. طبعا اكيد سبورت لاهلي واخواني البحرينيين في بلدنا الثاني في الامارات، اكيد شيء مهم جدا حضوري لإكسبو 2020. بس يعني شيلاء اختي يعني هي اللي صحبتني من ابو ظبي، لان انا ناويه كنت اي، وكان عندي تصوير قاعد احضر لمسلسل جديد ان شاء الله لايت كوميدي. شيلاء ما شفتها من 3 شهور، و
أعرف شيلاء إن هني موجودة ومايها، بالعكس أبي أكون يمها وأبي أعطيها قوة وأبي أشوفها وأحضر نجاحها، لأن نجاحها من نجاحي، وكل ما تشوفها تسوي شيء أكبر أنا أفتخر إن هذه أختي اللي قاعدة تسوي هذه الأشياء. تميزت هذه الجلسة بسحر الموسيقى البحرينية التي تمتزج بسلاسة مع النغمات الخليجية ذات الإيقاعات المتعددة والفريدة من نوعها. ويبقى الفن اللغة الموحدة بين الشعوب، إذ لم تمنع هذه الأجواء الباردة جمهور وزوار إكسبو القادمين من جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بالأجواء الطربية الخليجية وبالتحديد البحرينية. زوار إكسبو، أنتم على موعد مع النجم العراقي وليد الشامي في 14 من ديسمبر الحالي على هذا المسرح جوبيلي. لبرنامج إكسبو هذا الصباح، ميس الكراد.